السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نادية. وبركاته. نادية في الناصر فاتح ودي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. നദിയുടെ ജിസു വണ്ണിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ജിസു വണ്ണിലെ ടോട്ടൽ 21 പേജസ് ഉണ്ട്. ആ 21 പേജസിന്റെ തുടക്കം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി. ഫസ്റ്റ് മുതൽ സൂറ ഫാത്തിഹ. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، ألف لام ميم. إن الذين كفروا مثلهم كمثل الذين استوقد نارا، وبشر الذين آمنوا وإذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية ഏഴാമത്തെ പേജ്, അതായത് ഇത് കാല കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത പേജ് ഏതാണ്? ആ ഏഴാമത്തെ പേജ് നെക്സ്റ്റ്. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ്. ഒമ്പതാമത്തത്. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية إن الذين آمنوا والذين هادوا next قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي next أولا يعلمون أولا next يعلمون next 13 وإذ نجيناكم من وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون next ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق قل إن كانت لكم الدار الآخرة فاتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا okay next واتبعوا الشياطين ما ننسخ من آية أو ننسها next ما ننسخ من آية أو ننسها وقالت اليهود ليست النصارى next على شيء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى next وإذ يرفع إبراهيم القواعد وقالوا كونوا هودا أو نصارى okay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله باكر بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ഒരു ആയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇസ് ഖാല ലഹു റബ്ബുഹു അസ്ലിം. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ചെറിയ ആയത്ത്, ഈ ജുസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആയത്ത് എത്രാമത്തെ പേജിലാണ്, ഏതാണ്? അത് ഒതിക്കോ. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم كتاب من ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بلى من كسب سيئة وحاقت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإنما لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذ نجيناكم
إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة إلا على الخاشعين. فإذ قال ربك للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين يعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. القرآن لا آدت كذا تردنند آدم هوا دمبدي غلطة مكيل نو سرغتل الله ستوريان സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇബ്ലീസ് മലക്കുകളോട് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഇബ്ലീസ് വിസമ്മതിച്ചു. ആ സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ. അത് ഏത് പേജിലാണ്? രണ്ട് ആയത്തുകൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് രണ്ട് ആയത്തുകൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ജുസുവിൽ. ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിലാണ്, ഏതെല്ലാം ആയത്തുകളാണ്? ഏഴാമത്തെ പേജും പത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജും. ആയത്തുകൾ ഏതാണ്? ഏഴാമത്തെ പേജും പത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജും. ആയത്തുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്? കുറച്ച് ഡിലേ ആയിട്ടാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നീ അവിടെ കേൾക്കുന്നത്. പേജ് നമ്പർ 21 ഇതുപോലെ രണ്ട് ആയത്തുകള് സെയിം ആയത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതാണ്? تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما شاء الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نيجي زرت ولا شيء عندك؟ ألا. Is it true? Sure.